في ظلال السيرة. أم معبد في الطريق أيضا. في طريق الهجرة كان صلى الله عليه وسلم يرسم لأتباعه سنة تغيير الواقع للأفضل دون تهور أو تخاذل، فهو لم يحمل سلاحا طوال دعوته في مكة لأنه بلا دولة. 13 عاما كانت مضمخة بالدماء والعرق والاضطهاد لم يحملها، وحتى بعد أن تلقى البيعة والعهود والمواثيق من الأنصار لم يحمله، حتى في طريق هجرته لم يحمله. لم يحمل صلى الله عليه وسلم سلاحا لتأسيس دولته، إنها أول دولة في التاريخ تؤسس دون سلاح، أول دولة تؤسسها الكلمة المقنعة، بل كان يأمر أتباعه الغرباء بالعودة إلى ديارهم لأنه لا يستطيع حمايتهم ولا يريد تعريضهم للخطر، ومن تجاوز ذلك فعليه أن يتحمل مسؤوليته الشخصية. هدي يخرس الألسن العفنة التي ظلت وما زالت تصفه صلى الله عليه وسلم بالدموية ونشر الدين بالسيف. أين السيف وهو لم يرق قطرة دم واحدة في مكة سوى دمه ودماء أصحابه؟ أين السيف وهو لم يمس شعرة من سراقة الصائل عليه؟ أين الانتهازية وهو يرفض قطعان الإبل والغنم ويستأذن شربة لبن؟ ها هو صلى الله عليه وسلم بعدما ودع أبا معبد بمسافة طويلة يشاهد على جانب الطريق خيمة قد رفع رواقها الأمامي وفرش فناؤها، يرى وسط الفناء امرأة برزة جريئة محتبية تتعاطى مع المسافرين بيعا وشراء بثقة وبلا ميوعة، فأراد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يشتروا منها لحما أو تمرا، لكن يبدو من رثاثة المكان أن الحال لا يسر وأن القحط مر بهذه المرابع الحزينة. لم يجدوا عندها بضاعة يحتاجونها. جالت عيناه صلى الله عليه وسلم في الخيمة وما حولها فأشفق على هذا الحزن المحتبي بفناء الخيمة، فسألها عن شاة عجفاء مجهدة في كسر الخيمة وقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا صلى الله عليه وسلم بها فمسح ضرعها بيده وسمى الله عز وجل ودعا، ففرجت رجليها، فطلب إناء كبيرا فدر الحليب حتى علت رغوته الإناء، فأخذ الإناء بيديه ونهض نحو المرأة فسقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم. تعجبت المرأة من معجزة اللبن ومعجزة الأخلاق، فجرى بينه وبينها حوار كحواره مع زوجها، فآمنت وبايعت ثم ودعها وارتحل. في ظلال السيرة.